اللهم آمين آمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما زلت أطوف بحضراتكم في بستان الرحمة. اليوم بمشيئة الله أتكلم عن جانب مهم جدا 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 من جوانب الرحمة. إحنا اتعلمنا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لن تؤمنوا حتى تراحموا. ما فيش إيمان بدون رحمة يا حضرات، وبالتالي ما فيش دخول جنة بدون إيمان ولا رحمة. مش ازاي يعني؟ وقال صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي. الأشقياء هم اللي ما عندهمش رحمة. أنا والله ماشي في طريق بحضراتكم، ماشيين مع بعض في هذا الطريق نسلكه، أملنا في الله كبير إن ربنا يمن علينا بالرحمة ويجعلنا من عباده الرحماء. يقولوا علينا بقى درويش، يقولوا علينا، يضحكوا علينا، يقولوا علينا يا ابني ايه ده الناس بتضحك عليك، يقولوا اللي يقولوه. احنا هدفنا رضا ربنا سبحانه وتعالى. اصل الطيب في الزمان ده يقولوا عليه ضعيف، يقول ولا تفرق معانا؟ يعني هيقولوا على حضرتك انك ضعيف عشان راجل متراحم؟ هيقولوا على حضرتك انك ضعيفة عشان شخصية متراحمة؟ طب يقولوا ده انا عايز اقلد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، عايز اقلد اللي القرآن وصفهم قال رحماء، انا عايزين نبقى من الرحماء. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا لن تؤمنوا حتى تراحموا. ما فيش ايمان بدون رحمة. فالصحابة قالوا ايه يا حضرات؟ ركزوا معايا قوي. الصحابة قالوا كلنا رحيم يا رسول الله، كلنا رحيم يا رسول الله، احنا بنتراحم. قال انه ليس برحمة احدكم صاحبة. يعني مش انا بتراحم مع حضراتكم عشان حضراتكم اخواني واخواتي واهلي واحبابي ومشاهدي الكرام، ولا وحضراتكم بتتراحموا معايا عشان انا اخوكم او ابنكم كده يعني. لا هي مش كده. انه ليس برحمة احدكم صاحبة، احنا بنتراحم عشان نعرف بعض يعني. انها رحمة العامة. انت لازم تتراحم مع اللي انت ما تعرفوش، مع اللي انت ما تعرفوش، تترحم مع الكرة الأرضية. هي دي الرحمة اللي احنا بندور عليها. انت رحيم بأولادك، رحيم بجيرانك، رحيم برحمك، قريبك، عصبك، عمك وبنو أعمامك وغير ذلك. الرحم من ناحية الأم، إخوالك وخالاتك وهكذا. طيب مش ده الرحمة اللي احنا عايزينها بس؟ دي مطلوبة، بس احنا عايزين اللي بعدها كمان، انك تتراحم مع غير قرايبك ومع غير حبايبك كمان، حتى يصل الرحمة إلى الرحمة بالمذنبين. وده موضوع حلقتنا النهاردة، اللي هو الرحمة بالمذنبين، يعني الرحمة بالمخطئين. يا حضرات احنا مش قضاة، احنا مش ملائكة. مش لما تلاقي واحد غلط تحط السيف على رقبته، احنا مش جلادين يا حضرات. اما يجي واحد يتكلم كده وعايز يدخل ناس الجنة ويدخل ناس النار، انت مش ربنا، انت مش ربنا. ده ربنا قال لسيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى السلام إن عليك إلا البلاغ فذكر إنما أنت مذكر. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، اسمه يوم الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا. ده يوم ربنا محدده للفصل بين الخلائق، ده يوم القيامة ربنا حيفصل ما بين الناس، المؤمنين واليهود والمسيحيين والصابئين اللي ملهمش ملة، والمجوس اللي بيعبدوا النار، والذين أشركوا، كل ده مرده إلى الله. يدخل من يشاء في رحمته. اللي ربنا يريد انه هيدخله الجنة هيدخله، واللي يريد ان ما يدخلوش الجنة مش هيدخله. دي حاجة لربنا ما لناش احنا علاقة بيها. فبقي اقول من فضلك الله يكرمك، الله يسترك، الله يصلح حالك. لما تنظر الى حد بيعصي ربنا انظر اليه بعين الرحمة. ازاي يعني؟ طبطب عليه، خليك حكيم مش قاضي. انت احنا مش قضاة، احنا مش جلادين، احنا مش سيافين. يا سياف تعال اقطع رابط. لا احنا مش كده، احنا عايزين نتراحم مع الناس. تعالوا نشوف المشهد ده، مشهد مهم جدا غاية في الاهمية. الحديث ده في البخاري بالمناسبة، وروي الحديث سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه. بقول احنا قاعدين مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، جاء رجل دخل على رسول الله عليه السلام، يا رسول الله هلكت يا رسول الله.
النبي قال له مالك؟ خير؟ ايه اللي حصل؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. يعني جامع زوجته عمدا في نهار رمضان وهو عارف الحكم، بدليل انه جاي يقول هلكت، يعني هو عارف انه غلط، عارف انه ارتكب امرا جلل عظيم خطير يعني في نهار رمضان. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو الرحمة المهداة، قال هل تجد ما تعتق بيه رقبة؟ يعني تقدر تشتري عبد وتطلق سراحه كده وتقول له أنت حر لوجه الله عبد أو أما يعني؟ قال له لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له طب هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال له لا. خد بالك من هل دي. يعني ايه هل؟ لما يجي واحد يسأل شيخ تصوم كذا كذا، مش اسأله الاول تقدر تصوم ولا لا؟ انا بيقوله هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قالوا لا ولا يومين متتابعين ما اقدرش. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له طب هل تجد ما تطعم به 60 مسكين؟ تعرف تطعم 60 مسكين؟ قال له معيش اطعم واحد، مسكين واحد. طب النبي قاعد معاه كده، فأتي لرسول الله عليه الصلاة والسلام بعرق فيها تمر. طبعا انتوا عارفين عرق ما شاء الله ولادنا فحول في اللغة العربية، يعني عرق يعني مكتل. ايه يا شيخ اللي انت بتقوله ده؟ ما انت جاي تفسر لنا العرق ايه المكتل؟ طيب اللي هو السلة الكبيرة، السلة اللي احنا بنقول عليها القفة. حاجة كده بيتشال فيها بلح. ها فجيء لرسول الله بعرق فيه تمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بس اتحلت ايه، خد تعال خد ده وروح اطعم 60 مسكينا. فالراجل قال له 60 مسكينا على افقر منا؟ يعني ادي لحد غيرنا يعني؟ قال ده ما فيش، ده ما بين لابتيها يعني ايه اي بلد وليها حدود، المدينة المنورة ليها حدود. فالراجل بيقول له ده من الحد من الشرق للغرب بتاع المدينة المنورة مفيش افقر منا. فالنبي قال له خذه واطعمه اهلك، يلا روح اكله لاهل بيتك. الدنيا سهلة وبسيطة كده. لو واحد جاي يقول بقى جمعت زوجتي في نهار رمضان يخرب بيته البعيد ليه كده، ده انت ايه يا عم؟ بالراحة بالراحة على الناس، بالراحة على الناس. خلونا ناخد اخونا محمد، ربنا يجعلنا من عباده الرحماء.